وفي هذه الأيام التي يحتفي بها الجزائريون ككل مرة ترتسم صور لعد المكاسب وأخرى للتضامن والتكافل ولم الشمل بين مختلف فئات المجتمع، وهو ما يعكس حرص رئيس الجمهورية على تحصين وتمتين الجبهة الداخلية من خلال الاستجابة لتطلعات كل الجزائريين بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش، إلا من أبى وأدار ظهره للوطن. سيد أحمد بلونة، ليس بغريب عن الشعب الجزائري أن يلتف حول كلمة الحق في أيام السعادة كما في أيام الأقدار، فلا منفعة تفيدنا بلا وحدتنا، ولا مالا يملأ مكان عشيرتنا، ودم المحبة ولم الشمل يجري في عروقنا، لأننا كلنا من منبع ويقين واحد اسمه الجزائر. يقين صادق دأب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ترسيخه منذ انتخابه رئيسا للبلاد، أين نجح في توحيد الأمة واهتم بالنقاش مع مختلف أطياف الشعب، إلا من أبى وأدار ظهره لنداء الوطن. وما أدراك ما خيانة الوطن؟ رئيس لم يكن داعيا للإقصاء والتفرقة، بل كان جامعا، يده ممدودة للجميع وبشكل دائم، مسخرا كل حكمته لجمع كل الأطراف في الداخل والخارج، حتى تلك التي لم تكن تتفق في الماضي. معالم الجزائر الجديدة ارتكزت على مؤسسات دستورية قوية وتمثيلية، كان فيها للشباب الحظ الوافر، وللمرأة المقدار الكافي، ولأهل العلم القدر الوافي، حتى من ظلت به السبل فمكانه محفوظ في جزائر اليوم التي تحتاج لكل أبنائها البررة نحو تحقيق السلم والرفاه غداة فجر 60 سنة من الاستقلال.